مرات لما تكون راكب الحصان وركوبك صحيح وتطلع عقب، تطلع مكان مرتفع، سواء مرتفع طويل او واقف وقوف كامل، يعني صعوبته في وقوفه او صعوبته في ارتفاعه او كلاهما في بعض الحالات. ركوب دون سرج تزلق عن ظهر الحصان بدعوى انه طيحك او ركوبك خطا او اللي هو زلقت، فقط لان وضعيه جسمه تساعد على ان جسمك يزلق من جسمه، يعني شغلك صح متحكم وضعك مضبوط تماما، لكن ممكن يزلق جسمك او بطنك او فخذك عن ظهر الحصان بسبب الطلوع او بسبب الصعود على العقم، زي التشنيع تقريبا، بس التشنيع عاده يشنع هو موزون، يعني معاك في رقبته فثباتك عليه اسهل الا اذا كان له تشنيع زاويه قائمه واستمر ثواني، بالاضافه لان التشنيع يكون ثابت، وقف شنع على رجوله ووقف وقوف كامل، بينما طلع العقم الحصان مرتفع ومستمر يطلع، يعني طالع على فوق ومستمر يتحرك بحركه خلينا نقول افقيه او عموديه على فوق، يعني فيخل توازنك، مو بيخل توازنك متعمد بشكل متعمد قد ما انك زلقت زلوق. فطبيعي في الحاله هذه انك ما تبغى تتشعبط برجولك اذا كان مو بجاهز لشيء، اذا خاصه عسيف عندك حلين. الحل الاول طبعا المبالغه في السرعه، افتح او اهذب بحيث الحصان يلم نفسه في الطلعه فما يخليك تزلق بسهوله. الشيء الثاني اذا ما كنت تبغى تتشعبط بالنام بنفس الوقت ما تبغى تدك، ما يمنع انك تمسك الشعر في الحاله هذه، مو مسك الشعر للثبات لان الحصان يبغى يطيحك زي القمص او التشنيع وغيره، اذا كان الحصان قاعد يحاول يطيحك وانت متشعبط فيه عن طريق مسك الشعر معناته الحصان مدرب خطا، وانت قاعد تثبت نفسك عن طريق الشعبطه زي السرج وزي تسميك رجولي الى اخره، يدل على سوء ركوبك او عدم قدرتك على الثبات بشكل صحيح. لكن انا ما اتكلم عن الثبات انه يحاول يطيحني، انا اتكلم اني بزلق، وعاده عشان ما ازلق اما اني ابالغ في ضم رجولي، طب ممكن مو بجاهز عسيف، او اني اتشعبط بعنان كصام موزون اتشعبط من دام يوقف دقريوس وانا في نص العقم، لو تشعبطت بعنان عشان اثبت نفسي كصام مدرب زين ما راح ينطلق قدامي يثبتني زي الحين مدرب خطا، بل بالعكس يوقف دقريوس يرضيك توقع اللي انت تبغاه. فالصح في الحاله هذه يمكن مضطر اما تبالغ في زياده السرعه، سواء من الاصل تدخل بسرعه او تبالغ في دكه اثناء الطلوع، او امسك شعره عشان ما تتشعبط بالعنان وما تتشعبط بوجهك. طبعا هذا شرط انه مو بجاهز للرجول، كصام طبيعي تصمك برجولك انت هنا. هل هذا يدل انه عيب؟ يعني لو كان مدرب خطا تشعبطت بالعنان وتلك والى حد ما زلقت صح ما زلقت انطلق، اذا كان في نظرك ان الحصان ما زلقت لانه انطلق فيك ترى هذا ميزه، خلاص ترى ميزه خلاص انت ترى، لكن معناته الحصان يقدر بعد شوي يطيحك بقمصه، يقدر يسوي بعد شوي يطيحك بالانطلاقه، يقدر بعد شوي يطيحك بالروغان وقت على ذلك. فكونك زلقت منها لين مرضي كذا ميزه، وكونك ما زلقت منها لين حاقر كذا عيب، حتى لو كانت تبدو انها ميزه. طبعا تكلم في الركوب دون سرج، الركوب دون سرج اصلا سرج مثبت ركبت صح وركبت خطا، بتحط رجلك في الركابه واذا زلق جسمك بتثني رجولك فتصير الركابه ساندتك، زي ما انت تراكب ركوب عادي الركابه مثبتتك لان جسمك كله على تحت عليها. اذا الحصان قمص على قدام فرضا رجولك راحت قدام وثبت رجولك عليها ورجعت لك ورا فثبت نفسك ورجولك قدام، اذا الحصان اندفع قدام وانت بس على فوق زي العقم او شنع فرضا رجولك تنثني عند بطن الحصان فتصير تثبت نفسك انك واقف وقوف على الركبه لكنها راجعه ورا، فما ينطبق عليه الموضوع هذا نفس النهايه الركبه مثبتتك. انا كان اتكلم عن ركوب دون سرج، كل ما كان موزون زين بتلاحظ انك ممكن تزلق لكن مستحيل يندفع، كل ما كان ركوب خطا ممكن ما تزلق انه اصلا مندفع. هذا لا يعني انه ميزه بالعكس عيب، وزلوق لا يعني انه عيب بالعكس ميزه. حل الزلوق ان حصل والحصان مو بجاهز لضم الرجول هو المبالغه في زياده السرعه عشان يلم نفسه وتثبت بشكل اسهل، او امسك الشعر عشان ما تتشعبط برجولك وعنانك اذا كان الحصان مو بجاهز للشيء هذا.